طيب قبل ما نروح لطلائع الجيش، نعم، يعني عايز اخد رؤيه فنيه كده سريعه للمباراه الثالثه في مجموعه النادي الاهلي، وانت عارف طبعا سيمبا يعتلي المجموعه بست نقاط، يعني نعم، فيتا كلوب بثلاث نقاط متساوي مع النادي الاهلي، نعم، وفي المؤخره المريخ. يعني يوم مهم جدا طب. اليوم الثالث في المجموعه او المباراه الثالثه في المجموعه، الاهلي هيلاعب فيتا كلوب وسيمبا هيلاعب المريخ. طب. سريعا تقييمك للجوله الثالثه في مجموعتنا. سريعا يكفي ان احنا نعرف ان فيتا كلوب خلص ماتشه في السودان وخد طياره، وبدل ما يروح على كينشاسا ويروح على الكونغو راح واخد الطياره وجي بيها على مصر، بيعتقد في مده تسبق المباراة بحوالي ما يقرب من أسبوع كامل، لأن هو عشان يتدرب على الأجواء وعلى الملاعب في مصر وياخد على الجو هنا في مصر، ما يجيش يعني بيومين أو ثلاث أيام زي ما هو معتاد. ده يبين لنا إزاي فرقة أو بعثة فريق فيتا كلوب مهتمة جدا بالمباراة. وطبعا هم قدموا مباراة رائعة قدام المريخ السوداني، لعبوا في نفس التوقيت اللي احنا كنا بنلاعب فيه سيمبا، وقدروا ان هم يكسبوا بأربع أهداف رغم ان كانوا متأخرين بهدف في أول 10 دقايق، انما الفريق فعلا بيلعب كورة حلوة وقدروا ان هم طبعا رغم ان انا كنت بصراحة كلنا كنا مرشحين نادي المريخ انه يعود تاني بالأخبار اللي احنا سمعناها والصفقات، لكن بصراحة فعلا الفريق مستواه الفني عنده مشاكل كتيرة، وبالتالي فيتا كلوب بدأ يعني يكون ثلاثي تنافسي في المجموعة مع النادي الأهلي وسيمبا. بالنسبة للمباراة الأخرى مباراة سيمبا والمريخ، طبعا نادي سيمبا واخد دفعة معنوية هائلة، ست صحيح. نقاط، ثلاث نقاط في الجولة الأولى خارج الأرض من كينشاسا أمام فيتا كلوب، وفوز على ثالث العالم، وطبعا فوز عمل ضجة كبيرة في أنحاء القارة الأفريقية، وبالتالي الدفعة دي هتخليهم إن هم يحاولوا يحسموا الثلاث نقاط قدام المريخ عشان يوصل تسع نقاط، يعني العلامة الكاملة من أول ثلاث مباريات في مرحلة الذهاب أكيد بتخلي سيمبا يضع يعني قدما وساق في التأهل للدور القادم. فبإذن الله بإذن طبعا احنا عايزين نخرج من الدوامة بتاعة الحسابات وحساب بيرما والأمور دي، إن شاء الله إن شاء الله نحاول إن احنا بإذن الله نحسم النقطة السادسة لينا بإذن الله يوم السبت الجاي إن شاء الله.